ده معادنا دلوقتي لموجز أتى ساعة، ونذهب إلى استوديو الأخبار للزميل محمد حسان ومترجمة لغة الإشارة الزميلة هالة محفوظ. صباح الخير عليك محمد. صباح الخير عليك هالة. صباح الخير سارة. صباح الخير حساني. إذن هذا موجز وأنباء التاسعة صباحا من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا من نظيره التونسي عثمان الجراندي، بحث خلاله جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلي والمواجهة في الأراضي الفلسطينية. وثمن شكري جهود تونس في إطار مجلس الأمن والدور الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضي. ونسق الوزيران الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المفترض عقدها غدا الأحد لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لإطلاق النار يحقن دماء الضحايا الذين يروحون نتيجة العمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. كما بحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي سبل إنهاء الأزمة في الأراضي المحتلة. تناول الوزيران أهمية مواصلة العمل على إيجاد السبل الفورية لوقف المواجهات في قطاع غزة وللحيلولة دون أي استفزازات في القدس. واتفق الوزيران على أن الأحداث الجارية تؤكد ضرورة التحرك الجدي نحو استئناف مسار عملية السلام، فضلا عن مواصلة تكثيف الاتصالات مع الأطراف المعنية بهدف سرعة إنهاء الأزمة الحالية، مع الدفع قدما للمضي في درب تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي قطاع غزة أعلن الدفاع المدني ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 139، بينهم أكثر من 39 طفلا و22 امرأة، فضلا عن إصابة 950 آخرين. ووصلت إسرائيل غاراتها الجوية وقصفها المدفعية على أنحاء القطاع. وفي المقابل ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق دفعات جديدة من الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الغارات على قطاع غزة لن تنتهي قريبا. وفي الضفة الغربية استشهد 11 فلسطينيا على الأقل وأصيب أكثر من 150 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. وصارت مظاهرات غاضبة في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية دعما لقطاع غزة تطورت إلى مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص صوب المتظاهرين. وذكر مسؤولون أمنيون أن المواجهات الدائرة في الضفة الغربية هي الأعنف منذ سنوات. في هذه الأثناء وصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو إلى تل أبيب. وقالت السفارة الأمريكية في إسرائيل إن هدف زيارته هو تعزيز الحاجة إلى العمل لتحقيق تهدئة قابلة للاستمرار. جاء ذلك بعد أن أكد البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ستستخدم علاقاتها في المنطقة وذلك لحل الأزمة في الأراضي المحتلة. وقال البيت الأبيض إن هدف الإدارة الأمريكية هو العمل على تهدئة وسلام دائم في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة. كما أعلنت الوزارة خروج 556 متعافية من الفيروس بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179817 متعافيا. توقعت منظمة الصحة العالمية اكتشاف المزيد من سلالات فيروس كورونا، لكنها أكدت أنها تعلم كيف تتصرف الآن. ورجحت المنظمة تسجيل عدد أكبر من الوفيات بالفيروس خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، وأشارت إلى أن دولا عديدة ما زالت تشهد تفشيا قياسيا للعدوى مثل الهند. ودعت المنظمة دول العالم إلى عدم تطعيم الأطفال ضد كورونا وللتبرع باللقاحات لمنصة كوفاكس لإعادة توزيعها على البلدان الفقيرة. كذلك شددت على ضرورة التزام من تلقوا اللقاحات بوضع الكمامات في المناطق التي ترتفع فيها العدوى. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ليبيا لم تشهد أي انخفاض في عدد المقاتلين الأجانب أو في أنشطتهم،
خصوصا بوسط البلاد. وفي تقرير قدمه إلى مجلس الأمن قال غوتيريش إن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تلقت تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت الجفرة، كما أشار إلى تواصل أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة في مناطق غرب ليبيا وشرقها. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء الاستقطاب السياسي والعرقي في أنحاء إثيوبيا، وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستعمل مع حلفائها لضمان وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي ولتقديم المساعدات ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان. وأضافت أن ما وصفتها بالفظائع التي ترتكب في تيجراي ونطاق المعاناة الإنسانية في البلاد وصفتها بغير المقبولين. وأضافت أن المبعوثة الأمريكية للقرن الإفريقي جيفري فيليتمان ناقش مع رئيس وزراء إثيوبيا الحاجة إلى جهد شامل لبناء توافق وطني حول مستقبل البلاد يقوم على احترام حقوق جميع الإثيوبيين. انتهى موجز الأنباء، نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.